الانقلاب بدأ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أخبرت الآية الكريمة: أكدت هذا الانقلاب سيدة النساء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. قالت في خطبتها في مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله أمام حشد من المهاجرين والأنصار، وهي تؤكد الانقلاب الذي ذكرته الآية الكريمة: فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسيكة النفاق، عداوة النفاق، ظهرت فيكم حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين. جلباب هو الثوب الواسع الذي تلبسه المرأة، وسمل جلباب الدين يعني أصبح هذا الدين وجلباب الدين بالي خلق قديم. فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم هذا الانقلاب، ظهرت فيكم حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ فنيق المبطلين. ونبغ خامل الأقلين وهدر فنيق المبطلين فخطر في عراصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين ثم استنهضكم فوجدكم خفافا وأحمشكم فألفاكم غضابا فوسمتم غير إبلكم. عادة كل واحد عند قطيع من الإبل يضرب عليها مثل ما نعبر تعبيراتنا الشعبية، ستامب، طمغة، هذا وسم. فتقول الزهراء: فوسمتم غير إبلكم وأوردتم غير شربكم، هذا والعهد قريب والكلم يعني الجرح، هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر. ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافر. ابن جرير الطبري يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الاثنين في منتصف النهار وبويع إلى الرجل في يوم الاثنين، اجتمع الأنصار وهما الأوس والخزرج في سقيفة بني ساعدة يوم رحيل النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجوا سعد بن عبادة وكان مريضا، وقالوا مات محمد ولا نولي إلا سعد، وأحضروه. ما كان يستطيع أن يرفع صوته، إلى جانبه بعض أبناء أو بني عمومته، فكان ينقل لهم الكلام، يسمعون كلامه ثم ينقلون إلى الحضور. ماذا قال سعد في ذلك الاجتماع الخطير؟ أعظم اجتماع وأخطر اجتماع بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا هو أخطر اجتماع؟ لأن القرارات التي تم اتخاذها في سقيفة بني ساعدة كانت قرارات فيها انعطاف في تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين. قال يا معشر الناس لكم سابقة في الدين، فضيلة في الإسلام، وأن محمدا صلى الله عليه وآله مكث بضعة عشر سنة في قومه، ما آمن به إلا قليل من قومه، وأنتم آزرتموه، قفتم إلى جانبه. النتيجة ما هي؟ قال استبدوا بهذا الأمر دون الناس، اقبضوا على الحكم. صار النقاش بين الأنصار، بين الأوس والخزرج، ارتفعت الأصوات، وقال من قال لو اعترض المهاجرون وقالوا نحن عشيرة محمد ونحن قومه وأولياؤه وأحق بهذا الأمر، ما تقولون؟ جماعة أخرى قالت نقول منا أمير ومنكم أمير. لما سمع سعد بن عبادة هذا الكلام قال هذا أول الوهن، يعني هذا أول الضعف. طبري ينقل يقول في هذا الاجتماع ما كان موجود لا الرجل أول ولا الرجل الثاني، لكن خرج من هذا الاجتماع رجلان من بني العجلان، واحد اسمه عويم ابن ساعدة والآخر اسمه معن ابن عدي، راحوا إلى الثاني وأخبراه باجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة. السقيفة عبارة عن مكان مسقف بالسعف، سعف النخيل. قام وراح إلى الرجل، تاريخ يقول أنه كان في بيت رسول الله، فنادى عليه يا فلان اخرج، قال أنا مشغول، فأرسل إليه هناك أمر لا بد من حضور، لا بد لك من حضوره. خرج، ما تريد؟ قال لقد اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة
وأفضلهم من يقول منا أمير ومنكم أمير. يلا تفضل. جاء يمشيان التقيا بمن؟ بأبي عبيدة بن الجراح. قالوا إليه تفضل. وجاءوا ثلاثة ودخلوا في سقيفة بني ساعدة، وللرجل الثاني وقد زويت لهم كلاما، يعني نمقت كلام بيان أريد أن أصرح بهذا البيان، وزويت لهم كلاما. وأردت أن أقوله فقال لي الرجل لا تنطق، اجلس، بعد أن أتكلم تكلم بما شئت. يقول فوالله ما شيء كان في قلبي إلا وقاله صاحبي، ما في شيء في نفسي إلا وهذا قال. تكلم عن النبي، رجل أول تكلم عن النبي، ثم التفت إلى الأنصار قال أيها الأنصار أنتم لكم الفضيلة ولكم المناقب ولكم ولكم لكم لكم، ونحن عشيرة محمد ونحن قومه ونحن ونحن. ثم قال الموقف ختام ما هو؟ قال فأنتم الوزراء ونحن الأمراء. قام الحباب بن المنذر قال أيها الناس املكوا عليكم هذا الأمر، الناس في فيئكم وفي ظلكم، املكوا هذا الأمر. فقام الرجل الثاني قال والله إن العرب لا ترضى، العرب ما ترضى، محمد منها، قريش ما تقبل محمد منها، ثم يكون الأمر لكم أبدا. فقام الحباب ابن المنذر يرد على الثاني وقال إلى الأنصار املكوا هذا الأمر ولا تسمعوا مقالة هذا الرجل. فوقف إليه الثاني قال يقتلك الله، قال إذن أنت والله يقتلك الله. وارتفعت الأصوات، هذا والرسول لما لم يدفن النبي. فوقف أبو عبيدة بن الجراح قال يا معشر الأنصار أنتم أول من آمن وآزر، فلا تكونوا أول من بدل وغير. آمنتم بالنبي الآن تغيرون. ثم التفت الأول قال يا معشر الأنصار هذا فلان، أشار إلى الثاني وهذا أبو عبيدة، فأيهما اخترتم لهذا الأمر؟ فقال لا أنت أحق بهذا الأمر منا، أنت كنت مع النبي في الغار وأنت 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 وأنت، مد يدك أول من بايع الرجل من الأنصار بشير ابن سعد. من هو بشير ابن سعد؟ بشير ابن سعد عند ولد يذكر دائما في أيام محرم الحرام،
ويوم الرابع من محرم وفي العشرين من شهر صفر يذكر النعمان ابن بشير. نعمان ابن بشير الذي كان واليا على الكوفة. النعمان ابن بشير قبل مجيء مسلم ابن عقيل. نعمان ابن بشير هو الذي أخذ بنات رسول الله من الشام وأوصلهم إلى المدينة. أبوه بشير ابن سعد أول من بايع الرجل من الأنصار، وهو أحد الذين دخلوا بيت الزهراء فاطمة. وبايع ثاني وأبو عبيدة بن الجراح وسيد ابن حضير هذا من الأنصار، خالد بن الوليد، مغيرة ابن شعبة، واصطف الناس. جيء بالرجل من سقيفة بني ساعدة، كلما مروا على ملأ أخذوا بأيديهم وصافحوا الرجل إلى أن جاءوا به إلى المسجد وهم يبايعونه من جهة اليمين ومن جهة الشمال يسار، وتمت البيعة. تعال إلى مقررات ماذا جرى بعد ذلك، الانعطاف التاريخي بعد ذلك. لما جاءت سيدة النساء فاطمة تطالب بفدك، الرسول صلى الله عليه وآله كان معروفا في الجاهلية وفي الإسلام بأي صفة؟ كان النبي يلقب بماذا في الجاهلية؟ لما طالبت قال لها الرجل: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فردت عليه سيدة النساء فاطمة قالت: أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول: وورث سليمان داود، وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث يرثني ويرث من آل يعقوب، وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وزعمتم ألا حظوة لي، حظوة هدية، وزعمتم ألا حظوة لي ولا إرث من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ لأن مسألة الشرعية تقول أن الولد الكافر لا يرث من الأب المسلم، فالزهراء فاطمة تقول: أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة، أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فأول مقررات أن الافتراء على رسول الله، بدأ الافتراء على رسول الله. إلى وين وصل هذا الافتراء؟ إلى أي مدى وصل هذا الافتراء على رسول الله؟ الإمام الباقر سلام الله عليه في الرواية الواردة عنه قال: أول ما استحل الأمراء العذاب، تعذيب الأبرياء وتعذيب المظلومين، أول ما استحل الأمراء العذاب لكذبة كذبها أنس على رسول الله صلى الله عليه وآله.
أنه سمر يد رجل في الحائط فاستحل الأمراء العذاب. يعني هذا الرجل كذب على النبي صلى الله عليه وآله وقال أن النبي عاقب بعض الناس بهذه العقوبة أنه ماذا صلبه على جدار أو على حائط ووضع في يده مسامير، هذه عقوبة. إمام الباقر سلام الله عليه يقول هذه الكذبة التي كذبها هذا الرجل على رسول الله استحل الأمراء بعد ذلك العذاب من بني أمية ومن بني العباس، هكذا كان يسمرون الأيادي الأبرياء في الحائط، يقتلعون عيونهم، يعذبونهم، يستبيحون دماءهم، كل من ذلك. ولذلك لما يأتي الإمام الباقر سلام الله عليه إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر، الإمام الباقر سلام الله عليه يبين متى ظهر هذا الفساد في البر والبحر. قال ذلك لما قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. بعد مقررات اجتماع السقيفة ابن جرير الطبري يقول التفت الأول فوجد أن نفرا تركوا بيعته ومنهم علي بن أبي طالب، فأرسل الرجل وجماعة من الناس ووقفوا عند باب علي ابن قتيبة في الإمامة والسياسة. يقول جاءوا بالحطب وقال الرجل اخرج يا علي وبايع أو لأحرقن الدار بمن فيها. قيل له إن في الدار فاطمة، قال وإن. استخفافا ببيت رسول الله، استخفافا بسيدة النساء فاطمة. إمام علي يقول تقتلون عبد الله، تقتلون عبد الله وأخا رسوله، قالوا أما عبد الله فنعم وأما أخو رسوله فلا. أنت ما أخاك النبي، لست أخا لرسول الله، والنبي أخا بينه وبين علي. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. هذه بعض مقررات السقيفة ونتائجها كارثية، نتائجها كارثية على الأمة. ولذلك أحد قضاة علماء السنة من المسلمين يقول يا من، وهو القاضي أبو بكر ابن قريعة، يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفة. إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة. يقول وأريتكم أن الحسين أصيب في يوم السقيفة ولأي حال ألحدت بالليل فاطمة الشريف.
إذا هذه السقيفة الله يحفظ الأستاذ الأديب يقول إن لم تكوني يا سقيفة ظالمة فأين روضة الهدى وأين قبر فاطمة. إذا السقيفة ما ظلمت فاطمة إذن أين قبر فاطمة؟ قالت يا علي أخذت توصي بوصاياها قالت يا علي إذا أنا مت غسلني من وراء الثياب يا علي وحنطني بفاضل حنوط أبي رسول الله وكفني واحملني على سرير صورته لي الملائكة. بعد قالت يا علي وصل علي وادفني بالليل. وادفني بالليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار ولا تدع أحدا من الذين ظلموني وآذوني أن يحضروا جنازتي. هذه وصية الزهراء فاطمة.